بداية، ما هي أسباب وظروف زيارة الرئيس هادي إلى الإمارات؟ نعم، بالنسبة لزيارة فخامة رئيس الجمهورية، هي زيارة رسمية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي لمناقشة عدد من الملفات وأيضا الالتقاء بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا الوقوف على بعض الإشكاليات والاختلافات في وجهات النظر التي حدثت في مدينة عدن خلال الفترة الماضية. بالتالي سيلتقي بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وسيتم مناقشة كثير من الملفات. فالإمارات العربية المتحدة هي جزء أساسي من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، والعلاقة طبعا علاقة أخوية وعلاقة عميقة بين اليمن وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم سيد مختار، تحدثت عن أن الزيارة ستكون لمناقشة عدة من هذه من الملفات، ما هي أبرز هذه الملفات إن كانت هنالك أنباء حول هذه الزيارة؟ نعم، الملفات طبعا ملفات أمنية وعسكرية واستكمال لخطة التحرير في الساحل الغربي الذي تقوده الإمارات طبعا مع التحالف العربي والمقاومة الشعبية والجيش الوطني، وأيضا ملفات أمنية داخل مدينة عدن. الإمارات العربية المتحدة متواجدة وبقوة في مدينة عدن وفي المناطق المحررة، بالتالي من الطبيعي جدا أن يتم مناقشة الملفات. وأيضا هناك بعض الإشكاليات التي حدثت خلال الفترة الماضية والتمرد الذي حصل في مطار عدن الدولي، أيضا يأتي في هذا الإطار وفي إطار التنسيق الأخوي بين المملكة والإمارات وكذلك القيادة الشرعية لليمن.